قرأت في الدرر السنية المجلد الأول أن الإمام أحمد عليه رحمة الله كان يكره أن يقال كفر نعمة، فهل هذا ثابت عنه؟ أي نعم، يقول هذا يخفف على الناس، إذا أولتم وقلتم كفر نعمة يخفف على الناس هذا الشيء، فاتركوه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ما فسر هذا، فيترك كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كما ذكرت لكم، إذا كان هذا بحث بين العلماء طلبة العلم يقولون هذا كفر نعمة أو كفر نصر فيما بينهم، لئلا يحمل واحد يكفر الناس الكفر الأكبر، من باب التفقه في النصوص. أما عند العوام تقول ترى هذا كفر نصر وترى كفر نعمة، ولا يخرج من يتساهلون في الشيء هذا. نعم، كل مقام له مقال، واجب على طالب العلم أنه والحكمة وضع الأمور في مواضعها. إذا تكلمت أمام العوام لا تجيب لهم الأشياء اللي تحملهم على التساهل، وإذا تكلمت عند العلماء لهم خاصية. نعم.